ومن مدينة العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، ضعني في الصورة، أنت في مدينة العالمين، إحدى المدن الجديدة الذكية في مصر والمجتمع العمراني المتكامل من كافة الجوانب، وأيضا استضافت هذه المدينة الهامة اليوم لقمة خماسية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة العرب. نعم بالفعل، تحياتي لك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن الآن في مدينة العلمين الجديدة. هذه المدينة كنا هنا منذ عام ونصف تقريبا أو عام وشهر تقريبا في نفس هذا المكان، ورصدنا تغييرا فعليا على أرض الواقع فيما يخص الإنشاءات المختلفة والتطورات بشكل عام. يعني بشكل عام هذه المدينة منذ 5 سنوات تقريبا كانت صحراء جرداء تماما، لا يوجد بها أي شيء، ولكن الآن الصورة اختلفت تماما سواء الجانب الخاص الأبراج الخاصة بمدينة العلمين الجديدة أو حتى الشواطئ التي تم تجهيزها أو حتى المدن المختلفة التي قاربت على الانتهاء، سواء كانت المدينة الترفيهية أو المدينة التراثية وغيرها من المساكن والجامعات الأهلية الخاصة بمدينة العلمين الجديدة. كانت هناك طفرة ربما على أرض الواقع فيما يخص مدينة العلمين الجديدة. منذ وصولنا إلى مدينة العلمين الجديدة صباح اليوم رصدنا حتى التطورات الخاصة بالطرق على أرض الواقع. يعني كان هناك دائما رواد الساحل الشمالي وخصوصا الطريق الخاص بمرسى مطروح والساحل الشمالي، كان هناك دائما هذه الحارات التي يلجأ بها المواطنين إليها المواطنين ليسيرون عكس الاتجاه، مما يتسبب بمشاكل كثيرة جدا. ولكن تم تطوير هذه الطرق وتم تجهيزها لاستقبال جميع الحارات في جميع الاتجاهات في محاولة للحد من هذه المشاكل الكارثية التي كانت تحدث من قبل. هذه نقطة خاصة بالطرق بشكل عام وتطويرها بشكل عام. إذا انتقلنا أيضا إلى فكرة الأبراج، كان هناك في البداية 3 أبراج فقط خاصة بمدينة العلمين الجديدة تطل إطلالة مباشرة على البحر، ولكن الآن جاري العمل على أكثر من 8 أبراج، وتم الانتهاء بالفعل من الأعمال الإنشائية وربما التشطيبات الخارجية بنسبة تقرب من 70 إلى 100% تقريبا. هناك أيضا المدينة التراثية حيث أقف أنا الآن، هذه المدينة التراثية التي تجمع دار أوبرا، تجمع مسجد وكنيسة وأيضا العديد من الأماكن داخل هذه المدينة التراثية، والتي تهدف بالأساس للحفاظ على الهوية المصرية وأيضا فكرة للتثقيف، سواء كانوا للمصريين الذين يزورون هذه المدينة الجديدة مدينة العلمين الجديدة أو حتى الأجانب، سواء كانوا من الأخوة الأشقاء العرب أو حتى الأجانب من الدول الأوروبية وغيرها. إذن هي مدينة بشكل عام متكاملة وقاربت على الانتهاء بالفعل كما ذكرنا بنسبة تصل إلى 90% تقريبا. هذه المدينة اليوم تستقبل أيضا هذه القمة العربية الموحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني طلب من الأشقاء العرب الحضور لمدينة العلمين الجديدة بالطبع يعني قيام هذه القمة العربية الموحدة، والتي تهدف لعدة طبعا أهداف أساسية، ولكن الهدف الأهم هي وحدة الرؤى العربية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وأيضا لمناقشة الأزمات العالمية، وضع رؤى موحدة بين هذه الدول لمواجهة هذه الأزمات، وعلى رأس بالطبع هذه الأزمات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة تصدير الحبوب وتأثيرها على مصر والدول العربية والأشقاء العرب بشكل عام. هذه سيكون ملف من الملفات الرئيسة التي ستكون على طاولة النقاش في هذه القمة. هناك أيضا جزء هام جدا في هذه القمة، وهو الجزء الخاص بالتكامل الصناعي الاقتصادي بين الدول العربية. كان هناك 4 دول بالفعل في هذا التكامل أو الشراكة الصناعية بين مصر والعراق والإمارات والأردن، وإضافة منذ شهرين تقريبا جاءت البحرين وشاركت في هذه الشراكة الصناعية التنمية المستدامة بشكل عام في الصناعة، وخصوصا في ظل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والقارة الإفريقية 2063. هناك أيضا رؤى لتوحيد الرؤى العربية حول التنمية المستدامة، لذلك هذه الشراكة الصناعية ربما بدأت برأس مال يعني تصل في الشرق الأوسط بشكل عام بمشاركة الدول العربية إلى 106 مليار دولار، ولكن بعد هذه الشراكة الموحدة بين 5 دول أيضا ارتفعت إلى 112 مليار دولار. وأيضا البحرين لها دور خاص في هذه الشراكة الصناعية، وذلك وجودها هام هذه المرة، وهي إضافة خاصة في الحديد أو الحديد الخام، وهو جزء مهم في أعمال الإنشاءات والعقارات بشكل عام. وهذه نقطة هامة لأن
مدينة العلمين الجديدة هي خير دليل على الإنجاز فيما يتعلق بالإنشاءات المختلفة، وبالطبع العمل بشكل عام في البنية التحتية واستخدام الحديد. لذلك البحرين لها دور خاص في هذا تقريبا بنسبة مشاركة صناعية ب 2.3 مليار دولار خاص بالشراكة الصناعية الخاصة بالحديد. ولذلك مدينة العلمين الجديدة ربما هو مؤشر على التنمية الصناعية وأيضا فرصة لفتح أبواب وآفاق جديدة بين مصر والدول العربية المختلفة. سنتابع بالطبع اليوم أيضا الملفات الأخرى ستناقشها القمة العربية الموحدة الخاصة بالخمسة دول، ومنها بالطبع الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية بالطبع، وفكرة حل المنازعات السلمية في جميع المشاكل الخاصة بالدول العربية، والتوحد الكامل برئاسة مصرية دائما والوقوف مع الأشقاء العرب في جميع المشاكل. نعم، إذن هو مغزى المكان والتوقيت لإنعقاد هذه القمة ما بين مصر والأردن والإمارات والبحرين وأيضا العراق. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز، مراسل التلفزيون المصري من مدينة العلمين الجديدة.